راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامجكم أصوات الولايات، والذي خصصناه اليوم من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور حول قضايا المرأة. استضفنا رئيس الكيان الممثل للصحفيات بولاية شمال دارفور الأستاذة حواء داود إسماعيل للوقوف على دور الكيان في حماية المرأة ضد الانتهاكات. الأستاذة حواء، النشأة وتكوين الكيان. يعني طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المستمعين الامتداد أسير الراديو دبنجة، سعيدين إن نكون جزء من حلقتكم الليلة، واحتر إنه نكون جزء من نوصل آرانا وصوتنا عبر الإذاعة القديمة والمتجددة، إذاعة القلابة زي ما بقول عليه من زمان. أنا سعيدة للمرة الثانية إنه أكون جزء أو ضيفة هذه الحلقة من ولاية شمال دارفور الفاشر، وإحنا بنتكلم عن قضايا النساء أو قضايا المرأة بصورة عامة. في البداية، في الحقيقة، الكيان الممثل للصحفيات تم إنشاء على مستوى السودان في العام 2020 لأغراض أو لأهداف معينة جدا، ولها فروع في الولايات المختلفة، لها أهداف كثيرة جدا، من ضمنها إنها تقدر تقدم أو تخدم قضايا النوع أو قضايا الصحفيات والإعلاميات في المؤسسات المختلفة الموجودة، وليه؟ لأنه الصحفيات بلاقوا تمييز من إخوانهم وزملائهم الصحفيين في المؤسسات، سواء كانوا على مستوى البيئة، سواء كانوا إلى مستوى الرسوم أو الأجور، سواء كان على مستوى الامتيازات، الخدمات البسيطة المفروض يقدموها في كل في الساعات الإضافية بتاعت الرضاعة أو الساعات أو بتاعت الإضافة أو الإجازات العرضية بتجي للبنات أو الصحفيات في المؤسسة الإعلامية ما موجودة بشكل عام. اثنين، برضو نحن في مناصرة قضايانا في حال إنه يكون في ترشيح لعدد من المجالس أو سواء كان في النقابات والاتحادات، صوتنا ضعيف، أو إنه التمثيل بتاعت الفتيات أو الصحفيات عموما التمثيل ضعيف جدا جدا. دي كل أغراض أيضا من رفع القدرات وتنمية مهارات الصحفيات والإعلاميات الموجودين على مستوى المؤسسات والمستوى الولايات المختلفة. أستاذة حواء، عايزين نتعدد لنا النشاطات التي نفذتها الكيان في مناصرة المرأة خلال الفترة الماضية. أما في شأن النشاطات، الكيان قدم عدد من النشاطات، فكان بداية ميلاد ورشة على مستوى الخرطوم بمشاركة عدد من الصحفيات والإعلاميات من الولايات المختلفة، وغطينا نقاطنا ونقاشنا، أو كان النقاش كان سر جدا جدا ومهم، وأنه كان ناقش قضايا الصحفيات في الأقليم والواقع الموجود زي ما ذكرنا، والتمييز اللي بنلاقيه ونحن من زملائنا ومؤسساتنا والحكومات الموجودة على مستوى الأقاليم. النشاط الثاني انه برضو واصلوا الكيان واصلت اعماله او جورات التدريبيه، وكان منها في نشاط او كان في دوره تدريبيه او ورشه كامله عن بمشاركه المكتب التنفيذي للكيان. من المناشط كان في ورشه تدريبيه في الفاشر في 2021، وكانت ورشه لامه وجامعه جدا لكل الاعلاميات من مشاركه الاعلاميات على مستوى المركز وعلى مستوى الولايات المختلفه، وكان الخطه انه نحن كاعلاميات كلنا نتلاقى يكون في ملتقى نتفاكر ونشوف قضايانا ونشوف حاجاتنا وهمومنا، او كيف اننا نتناول ذات ونساهم في التناول الاعلامي نحن كصحفيات، ونبدع في اننا نصهر اقليمنا ومشاكلنا وتفاصيلنا نتناوله في القضايا الماشيه أو في الأقاليم. أيضا من البرامج والمناشط اللي واصلت فيها الكيان خلال الفترة برضها، إنها نفذت في ملتقى للإعلاميات في ولاية وسط دارفور الولاية الوليدة، وبرضو كان في تلاحم والتلاحق جيد جدا من بين الصحفيات بمشاركة مكتب الكيان من على مستوى الخرطوم وعلى مستوى الولايات الثانية، وبرضو كانت إنها فرصة
سانح الناس تعرف اللي مو ناس تتلاحق بالأفكار وإنها تنتج ومنها أنتجنا، أو كان النواة لإنه يكون في ملتقيات وغريات في كل الولايات المختلفة ويمشوا في نفس الخط، إنهم كيف إنهم برضو يقدروا يدعموا الإقليم عبر هذا المنابر أو عبر الوسائط الإعلامية اللي موجود، ومنها برضو نقدر نكون دي وعاء جامع لكل الإعلاميات والصحفيين والصحفيات، إنه ناس تنطلق من تحتها وتمشي لقدام. الكيان ما وقف في إنها تعمل ورش ودورات تدريبية، هو مش اللي أبعد من كده. آخر الحملات اللي إحنا نفذناها على مستوى الإقليم فكان بداية بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا، حملة كانت ناجحة جدا جدا، ودي انطلقت من مبدأ إنه تحت شعار أو تحت قوله تعالى بأي ذنب قدرت، وده يعني كان جاء نسبة للتزايد الكبير لحالات العنف ضد المرأة، القتل والعنف بكل أشكاله وأنواعه على مستوى الإقليم بصورة متكررة جدا. فبدت في نيالة وكان آخرها إنه في الفاشر، والحملة كانت جات بصدد إنه ظهور الحادثة بتاعت الاغتصاب الموجودة في مخيم زمزم للنازحين، وكانت حاجة مؤسفة جدا جدا. وقبليها كان في حادثة بتاعت أم دريساي المختلة الشابة في مختبر العمر على يد أحد الأخارب، وبرضو كان في واحد كان ذبح واحدة من الفتيات برضو في شكل خلاف بسيط، وغيرها من الأحداث اللي حصلت في الفاشر. أنا عايز أقول إنه الكيان عنده حملة إقليمية هتستمر في كل الأقاليم، وإنها تتندد بهذه الانتهاكات وتحس الحكومات في حد ذاتهم إنهم يحسوا على المرأة ويقللوا من العنف الموجود. برضو رسالة لأنه للوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية إنها تضغط على الحكومات أو تحس الحكومة إنها تلتزم بتعهداتها والتزاماتها حول حقوق الإنسان وحماية المرأة والمحافظة عليه. دي بادرة إنه برضو طالبنا في من خلال الحملة اللي نفذت في شمال دارفور بأي ذنب قتلت بمشاركة الأجسام النسوية الموجودة في الولاية، برضو طالبنا إنه يتم تعيين متحريات داخل الأجسام الموجودة في الشرطة على مستوى المحليات، وبرضو إنه دعينا أو كان الدعوة لإنه الحكومة إنها تلتزم في اتجاهها للمساواة. فدي كلها كانت نقاط أو كانت أهداف أو كانت توصيات في المذكرة اللي حملت في طياتها عدد من النقاط المهمة بتحس على الحكومة وبتحس الحكومات والوكالات الأممية وكل الفاعلين في المجتمع في العمل العام إنهم كيف إنهم يقللوا من العنف الموجود أو الضغط الموجود على المرأة. برضو في حاجة شينة جدا أو كانت حاجة ملفتة للنظر وحزينة في نفس اللحظة، إنه العنف كان موجود خلال الفترة اللي يسا إحنا عايشينها، عنف ممنهج ومتزايد وبشكل أقبح. يعني ما كان بيجي العنف ده إلا ومن ذوي القربة، يعني زول تلقى إنه في بيت قتل أخوة أو تاني مثلا أو واحد أو زوجها أو قريبة وكده، يعني ده عنف أسري ممنهج. فكانت الحادثة بتاعت جنوب دارفور مثلا مقتل 3 فتيات على أيدي أقاربهم بهدف بسبب امتلاكهم هاتف تلفون، يعني بس زول عنده تلفون قبضوا منهم تلفونهم الثلاثة راهوا فيها. فده عنف أسري ممنهج أو متزايد. أنا ما أقدر أقول إنه زمان كان ما في، لكن لو حتى كان في ما بالحجم ده. ومن هنا ندعو كل الناشطين وكل المنظمات النسوية والأجسام العاملين في الحقل العام إنهم يمشوا في إطار إنه يوعوا المجتمعات إنه دي المرأة هي جزء مننا، وإحنا مفروض نقيف معاه، مفروض ما نعنفة ونمشي لاتجاه بتاعنا إننا نضغط على الجهات العدلية إنها تنفذ العدل، أو كل مذنب ياخد جزاؤه في الحاجة اللي حصل، وحنمشي لقدام. برضو دار أضيف إنه الكيان ما حتقيف فقط في الحملة، حتمشي لقدام وحتقدم الوعي والاستنارة للمجتمعاتنا البسيطة جدا الموجودين في المجتمعات النازحين والنازحات. وتم إننا نكون كيف إنه برضو نرفع من وعي النساء في قدراتهم إنهم يوصلوا صوتهم كيف، وإنهم يشاركوا معانا ذاته باعتبار إنه دي آلية من الآليات اللي ممكن نقدر نحن كنساء نساهم مع بعض ونمشي لقدام. دي كانت حلقتنا اليوم في برنامج أصوات الولايات، وخصصناه حول قضايا المرأة، واستضفنا رئيس الكيان الممثل للصحفيات بولاية شمال دارفور. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.